الحقيقة بدأنا حاجة اسمها الجيم اللي هي الجلوبال ايجيبشن ميوزيوم. ده 7 متاحف اشتركت، ولا اكتر دلوقتي بقى 10 دلوقتي، بيشتركوا في كل القطع اللي من اصل الحضارة الفرعونية وحضارة قدماء المصريين اللي عندهم، ونسجلها كلها بحيث لو تقولي انا عايزة تمثال حجري من الاسرة ال18 هيروح مطلع لك قدامك كل التماثيل اللي موجودة، ده في المتحف الفلاني وده في المتحف التاني وفي المتحف التالت قدامك، وممكن الواحد يطلع واحد كل واحدة منهم ويدرسها او يدرسهم الاتنين مع بعض بالرغم ان دي موجودة هناك ودي موجودة هنا ودي موجودة هنا. دي امكانيات التكنولوجيا الحديثة اللي ما كانتش موجودة قبل كده. احنا بنطوع التكنولوجيا الحديثة دي عشان نعمل اللي كان بيتعمل في المعارض واللي ما زال بيتعمل في فترات قليلة لما بقى في معارض دولية، بقى بتلم الحتة دي والحتة دي وتستلف الحتة دي من المتحف ده وتعرضه على كده. طب تقولي طب وبعد كده مفيش داعي بقى حد يعمل متاحف ومعارض؟ لا، هيبقى فيه، لان ما زال الانسان بيحب يشوف القطع الحقيقية. يعني انا يهمني، لان القطع الحقيقية بشوفها كده ورا الازاز ومش هقدر امسكها طبعا، لان مش ممكن اي حد يسمح له يمسك اي اثر يعني، انما ممكن امسكها بالتخيل واتفاعل معها بطريقه ما كانش ممكن قبل كده. ممكن اقلبها فما اشوفهاش بس من وش واحد، اقدر اقلبها واقدر اشوفها بصور اخرى، انما في نفس الوقت احب ان اشوف الاصليه. في تجارب كتير حول هذا مع زوار في متاحف زي البريتش ميوزيوم وزي الامريكان ميوزيوم اوف ناتشرال هيستوري الى اخره. حتى دلوقتي بقى في ناس كتير تيجي تتفرج معاها الايباد تشوف القطعة قدامها، تطلع القطعة وتطلعها وتلففها جوه الايباد بالصوت عشان تشوف الناحية التانية منها، مثلا الوش اللي مدي ظهره للحيطة اللي مش شايفه اقدر اشوفه، وارجع تاني وابص على الاصل. ليه؟ ده طبيعة الانسان، ان الواحد يعني لما يقف قدام قطعة وتقول ياه. يعني مثلا الستيلا بتاعت نارمر اللي هي بتاعت ملك مينا اللي وحد القطرين، بص القطعة دي وقول دي القطعة دي عمرها 5100 سنة. شوفت عليها دي وقت، يعني التفاعل ده غير لما اشوف صورة منها، غير لما اشوف حاجة تخيلية منها. فهيبقى فيه مازال في حاجة لهذا، وبالعكس المزيد من الحاجات دي بيشجع الناس انها تيجي مصر.